كيفاش اليوم نحكيه على وضعية نجم تصير لأي تونسي عائد إلى أرض الوطن جاي من الخارج. ينجم يتسائل يقول كيفاش نسجل تليفوني، هل أنه كيبدأ معناتها نسجل تليفوني كيبدأ عندي هاتف واحد، وإلا الأمر يصير كي نجيب تليفون وزوز وثلاثة؟ كيفاش عملية التسجيل؟ من شنو تنجم تحميني؟ شنو أهم المطالب وإلا عدد المطالب اللي تقبلت في فرضية أنه باش يتم تسجيل الهواتف؟ شنو المطالب اللي مازالت قيد الانتظار؟ ايضا شنو المطالب اللي ترفضت؟ هل انه فما مطالب ترفضت والا لا؟ وعلاش؟ هذا الكل باش يكون معنا مدير الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث الاتصالات سي عبد الكريم شمام. اهلا وسهلا وصباح النور. اهلا وسهلا صباح النور، مرحبا بك وبكافه مستمعي اذاعتكم الكريمه. مشكور جدا. اذا كما كنت اقول جاي من الخارج وتحب تسجل تليفونك، معناتها شنو الاجراءات اللي يلزم تقوم بها، وخاصه من شنو تنجم تحميني؟ وهل انه نفس الشيء نفس العمليه نقوم بها كي نجيب تليفون ولا اكثر من تليفون؟ هذا هو المواطن ولا اي انسان سافر وجاوز اللي معاه هواتف جواله باش يقوم بعمليه تسجيل. السؤال اللي تطرحه علاش نقوم بعمليه التسجيل هذيا؟ هذا هو السؤال اللي تطرح. هو فما القانون المعروف مجلة الاتصالات اللي صدر في سنة 2001 في 15 جانفي في سنة 2001، هذا يقول في الفصل 32 كونه كافة الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة ولا المصنعة بتونس والمعدة للتسويق ولا للاستعمال العمومي، وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة ولا غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات، هذه لشنو تخضع للمصادقة المسبقة. يعني شنو معناها؟ ايوه معناها يلزمهم لومولوغاسيون بريالابل. الانسان قبل ما يجي وقت اللي جاب الهاتف ولا الجهاز هذا قبل ما يبدا يستعمله يلزم ياخذ مصادقة من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. المصادقة شنو هي؟ هي عملية نتاع تثبت نتاع المواصفات نتاع كل جهاز هذاك. إذا كان الجهاز مطابق للمواصفات العالمية والمواصفات التونسية نعطيوه الشهادة هذيك، إذا كان ماهوش مطابق نقولوا له لا هذا غير مطابق وما مش ممكن معناتها باش يتباع في السوق التونسية. هنا 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 نتحال على سؤال أنه معناتها إمكانية الرفض واردة. أكيد جدا، لأنه فما عديد من الأجهزة الطرفية، وهذا خلينا نحكي وإحنا تو نحكي على الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية معناتها التليفون والتابلات، فما العديد منهم يكونوا ماهوش مطابقين للمواصفات. هوني التوانسة ربما يعرفوا المثل نتاع ربما السيارات وقت المصنع يبدا فما خلل في سلسلة معينة من السيارات، اكل السيارات هذوك يجبدهم من السوق ويقول معناتها للمستهلك راني باش نقوم بعمليه التصليح والا باش نعوض لك السياره. بالنسبه للهواتف الجواله المصنعين يعرفوا اللي فما خلل ولكن للاسف ما يقولوش عليه وما يجبدوش اكل الهواتف من السوق، وبالتالي المستهلك هو يكون معرض معناتها للخطر في بعض الحالات. ومعناتها صارت معناتها حالات نتجت عنها وفاة، الهاتف يكون يتشحن احنا نقولوا قاعد يتشحن وتجي مكالمة وقت اللي مولاه يهز اكل الهاتف لطفي ترشق فما ناس تشوهت وناس ماتت. هذا علاش؟ خاطر الهواتف هذيك ماهيش مطابقة للمواصفات. احنا في مركز الدراسات والبحوث للاتصالات نقوموا بعملية التجارب عندنا في المركز اكبر مخبر نتاع ملائمة كهرومغناطيسية في افريقيا، وهذا فخر لتونس احنا معناتها نعتبروها هذه معناتها درة بالنسبة للجمهورية التونسية. هذا اكبر مخبر ونقوموا احنا بكافة التجارب ونعرفوا من خلالها كونوا الهواتف هذه والا اللوحات الرقمية مطابقة للمواصفات ولا مش مطابقة. هذا هو معناتها يخلينا كونوا المواطن وقت اللي يجي قلنا يلزم يقوم بعملية نتاع الديكلاراسيون على الهاتف نتاعو باش يتحصل على شهادة نتاع المصادقة باش يتحصل على الترخيص. اي هذايا في كيفاش يتحصل على الترخيص؟ به عندناش عدد نتاع مطالب ترفضت.
المطالب توا اللي تم ايداعها في منظومه تجني، ومنظومه تجني برشا من الناس يقولوا حتى في بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي يخلوه قانون جديد، هو لا هو تدعيم لعمليه المراقبه نتاع الهواتف، يعني ماهوش قانون جديد ولكن تدعيم لعمليه المراقبه. احنا كهيكل عمومي الشباك الموحد طبعا يتبع لمركز الدراسات والبحوث والاتصالات اللي هو تحت سلطه الاشراف اللي هي وزاره تكنولوجيات الاتصال، يعني احنا مرفق عمومي لمركز الدراسات والبحوث والاتصالات، هي اداره عموميه ذات سلطه غير اداريه تقدم في الخدمات للموردين وللمواطنين. العمليه نتاع تسجيل المطالب تتم عن طريق موقع الويب. سيتوات، واحنا التوانسه اللي عايشين البرا مستنسين باللي سيتوات ويعملوا معناتها خلاص الفواتير البايمون نتاع لي فاكتور نتاعهم كلهم بالتليفونات وبالانترنت، متعودين بالتكنولوجيا هذه. فقلنا احنا باش نسهلوا على المواطن وتكون العمليه سلسه. وطبعا على ذمتهم موقع ويب اللي هو سجلني بونتي. الموقع هذا احنا نطلبوهم معناتها ثم زوز مراحل كبرى. المرحله الاولى معناتها يدخل للموقع الويب، يقوم معناتها يدخل البريد الالكتروني نتاعه، ثم ياكد على البريد الالكتروني، ثم يضغط موافق. في الحاله هذه نرسل له انا بريد فيه رابط ارساليه، فيها رابط. الرابط هذاك وقت اللي يضغط عليه يتفتح المطلب نتاع التسجيل، يقوم بعمليه تعمير الخانات. بالنسبه للخانات هي متعلقه ولا المعطيات متعلقه بالهاتف الجوال ولا التابلت اللوحه الرقميه، المعرف الوحيد نتاعها والرقم التسلسلي، العلامه يعني المارك والموديل، ثم رقم جواز السفر وتاريخ الدخول. هذه هي المعطيات المطلوبه، ما نطلبوش معطيات اخرى. واضح. للحصول على بسيطه وفي مرحلتين فقط باش يتسجل الهاتف نتاعو باش يقوم بعمليه ايداع المطلب. بالضبط. باهي. العديد من المواطنين يتشكاوا ويقولوا صعيبه. انا البارح حاجه اخرى سي عبد الكريم، عمليه ايداع المطلب قلت لك فما من الاول طلعت فرضيه انه عندي اكثر من هاتف، كيفاش نعمل؟ احنا المواطن عنده الحق في زوز هواتف جواله في كل سفره. يعني جاء مثلا بتاريخ كما نقولوا بتاريخ اليوم 7 مارس، عنده حق يدخل يقيد زوز هواتف ولا زوز لوحات رقميه في تاريخ 7 مارس، ولكن في السنه في العام كامل عنده حق في 5 هواتف يسجلهم. هنايا برشا يعتقدوا كونه زوز هواتف في العام، لا مش صحيح، المعلومة مش صحيحة. المعلومة الصحيحة هي زوز هواتف في السفرة الواحدة، ولكن في العام كامل عنده حق يسجل 5 هواتف يجلبهم ويسجلهم. واضح. هذايا بالنسبة لعدد الهواتف اللي ممكن باش يسجلها المواطن، ولا حتى من هنا من تونس راهو ينجم يسافر ويرجع يجيب معاه معناتها هاتف باش يهديه ولا اللي هو باش يستعمله، عنده الحق باش يسجل زوز هواتف. باهي. حبيت نرجع لك على المساله، يقولوا نوعا ما معقده. انا قلت لك في زوز مراحل وفما 7 خانات فقط. البارح حاولت باش نعمل معناتها نقولوا احنا ان ايدونتيفيون ابل، اغلبيه الهواتف اللي يتم جلبها من برا بالنسبه للمواطنين هي من نوع الايفون الابل، يعني مثله تقريبا 88% من الهواتف هي هواتف ذكية. وهوني نحب معناتها التساؤل نتاع الإدارة، كيفاش يقولوا المواطن كونه العملية صعبة في حين كونه الكرياسيون هذه نتاع ليدونتيفيون نتاع لابل البارح عملتها في 13 مرحلة، وفما سامحني في 8 مراحل وفما 13 خانة يقوم بتعميرها معناتها ليتيليزاتور ولا لو سيتويان باش ينجم يعمل كرياسيون نتاع ليدونتيفيون نتاع لابل باش الهاتف نتاعو ينجم يشتغل. يعني مقارنة بعملية تسجيل على سجلني
فرق كبير، وهذه سجلني عملية سهلة وبسيطة جدا. يعني ما نتصورش أنا المواطنين يجي يقولوا العملية صعبة، بالعكس العملية سهلة وبسيطة. من أسباب الرفض بتاع المطالب كونه ما هوش الإنسان هو اللي يجلب الهاتف، هو اللي يقوم بعملية التسجيل. واضح. وللأسف حتى مجرد المحاولة ما يحاولوش. تقول هزيت الببلينات باش يعمل لي، هزيت الواحد يصلح التليفونات ولا الهواتف ولا باش يسجل لي. وهوني الإدارة وندعو كافة المواطنين باش كل واحد يقوم بعملية تسجيل وحده. هي عملية فردية وشخصية، يعني حتى في موقع الويب حاطينها، وخاصة كونه فيها معطيات شخصية. يعني مش معقول واحد يجي يعطي المعطيات الشخصية نتاعه للغير، وبعد يولي يتساءل يقول هاي المعلومات المعطيات نتاعي تسرقت وإلا تم استعمالها بدون الإذن نتاعي. سي عبد الكريم، باهي هذايا من شنو نجمو ننبهو بإيجاز. خلينا ناخذوا آخر الأرقام، المطالب اللي تقبلت، اللي قيد الدرس، واللي ترفضت. بالنسبة للمطالب اللي تم إيداعها، ثم يعني 74513 مطلب، هذا ما تم إيداعهم. المطالب المقبولة 63996 مطلب تقبل، والمطالب المرفوضة 10782 مطلب تم رفضهم. واضح. بالنسبة لعمليات الشكاوي، اي دي ريكلاماسيون، اي شكاوي المواطنين، اي الشكاوي، احنا عندنا 3253 شكوى. شكوى عدد الشكاوي اللي تم معالجتها 3166 شكوى تمت معالجتها. اي كي نقول تمت معالجتها تنجم تكون بالقبول ولا بالرفض. وعندي توا 87 شكوى مازالت تحت الدرس. واضح سي عبد الكريم، واضح، مشكور جدا. علاش ليه مرة أخرى نزيدوا نحكيوا أكثر بأكثر تفاصيل على تفاصيل المطالب هذه باش تسجل الهاتف، وخاصة من شنو يتم التحذير، نرجو عليه بأكثر تفاصيل وبأكثر مساحة من الوقت. موضوع تسجيل الهواتف وانت جاي من الخارج، مشكور جدا سي عبد الكريم شمام، مدير الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث للإتصال.